طب هو انا ممكن انحاز شويه للرجاله؟ طبعا. طيب حضرتك دلوقتي ليه بتقولي ليه طبعا اديني فرصه بقى يعني عشان انا نديله فرصه عشان انا شايف انتوا هتهجموا انتوا كده كده في الفقره هتهجموا فطبيعي ان انا يعني احاول ان انا ادافع يعني. مساله انه لما يحصل مشكله ندي لبعض فرصه نهدى. الست بشكل عام لا بتبقى عايزه فرصه تهدى لان الموضوع هيكبر في دماغها اكتر، ولو جيت كلمتها في نفس الوقت مش هتهدى. ففي الحاله دي الرجاله ممكن تعمل ايه؟ طب ما هو لازم يبقى عارف هي بتهدى ازاي. يعني انت شغلت المكنه وعصبتها على الاخر، طب احنا هنرجع ازاي؟ ممكن تكون اتعصبت من اي سبب اخر، غلطت بعيد عن المشكله يعني. فدخل الكلام بيني وبينها مثلا. طيب خلينا نقول حاجه مهمه، كبرت المشكله. ان ايه الحاجات اللي بتخلي المشكله العاديه تكبر؟ اسلوب الخناق نفسه غلط، او اسلوب الكلام دخل في حته مش مفروض ان هو يدخلها. خلينا اقول لك مثلا، لو دلوقتي انا متضايقه من حاجه ورحت اتكلمت مع جوزي او العكس، هو جه يتكلم معايا، ليه حطني في حاله دفاع عن النفس؟ يعني ليه ما يقوليش الموقف اللي حصل ده ضايقني لانه حسسني بكذا وكنت محتاجه اهتمام اكتر وكنت كذا وكنت كذا. انا مش في حاله دفاع عن النفس، انا فهمته انه زعل عشان كان محتاج اهتمام. غير لو انا جيت مثلا بكلم جوزي بقول له انت عمل، بص الصباع ده، بص انت دي بتخلي اللي قدامك على طول يهجم على طول. طيب احنا لو وعدنا صياغه الجمله بطريقه تانية مش هيبقى في انفعال وحاله الدفاع والهجوميه اللي بتحصل دي مثلا. ده سبب من الاسباب. فتغيير شويه حاجات مع ان انا بحط نفسي مكان الاخر، مع ان انا لو لقيته اتعصب قوي طب ما اساله هو ايه اللي خلى فجاه الحوار يروح هناك؟ احنا ليه فجاه انت زعلتي او اتعصبتي كده؟ هتلاقي مثلا الموقف ده بيفكرها بموقف في الطفوله حصل، او الخناقه دي شافتها في بيتهم زمان مثلا وداست على وتر حاجه عملت لها تريجر، فانا اتعصبت وخدت فجاه موقف دفاعي ان انا امي وانت ابويا وانا لازم اخد حقي. على فكره ما احنا مش هناك، واحنا لازم ارجع للخناقه لمكانها. على فكره احنا بنختلف علشان كذا، والموضوع مش مستاهل للزعل الفلاني، احنا بنتكلم عن كذا بس خلاص.